شهادة تقدير؟ لا بجد؟ لا شهادة تقدير، أنا خدت شهادة تقدير يا رجال. أحبك يا شيرين بجد. الحقوا الهدية. لا دي هديتي، انا مستعد اخدها معايا هروح بيها يا شربيني. انت بتتلككي؟ لا 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 مش تمثيل، ماليش دعوه. انا شاد ادي الهديه وادي الطربوش بتاعي وادي شهاده التقدير بتاعتي. بص وريها لي كده على الشاشه اهي مكتوبه والله. بص انه من فضلك. طب والله العظيم انا مبسوطه موت. ايوه الله الله الله، يشهد الشيف شربيني بتخرج الاستاذه مفيده شيحه برتبه مساعد طباخ من الدرجه. مساعد طباخ. بما ان هو مجرد يشهد فانا ليا كل الشرف. دي بتاعت عمر لو سمحتي. لا دي بتاعتي، مش حد هياخد البتاعه دي، ودي بتاعتي. وبما ان هو انا حتى لو مساعد طباخ هو عشان خايف مني، لكن انا برأي الجمهور وباحساسي بنفسي انا ما زلت the queen of the kitchen.